سؤال السؤال بحكي لك عندك اري في البداية كلها اصفار، في عندك تو تايب اوف كويريز. اول كويري بعطيك رينج ولكل سنة. لكل رقم بهذا الرينج بدك تزيد له في، كمان معطيك في، يعني مثلا بحكي من 1 ل 3 زيد لي 5، فبزيد عندك 1 5، عندك 2 5، عندك 3 5. كمان بعطيك رينج وبحكي لك شو السم. هلا شغلة تجيب رينج سم رينج احنا عارفينها، شغلة الابديت احنا عارفينها لاندكس واحد، مش عارفينها لرينج، صح؟ فبدنا نعرف كيف نظبطها على رينج او هيك الطريقة. شوف اذا هي جوا الرينج او الرينج، اذا كل كلها جوا الرينج تضرب من انه كيو ماينس بي ضرب في في المود هذا وتجمعها تنزل على الاثنين يعني الداخلين، بتعمل نفس الشيء على كل وحده اذا هم جوا الرينج. اوكي هسا لو انا بدي اعمل، انت بتحكي لو خلينا بدي اعمل ابديت لها، صح؟ بتحكي انه بضربها ب في وبنزل بكمل، صح؟ طيب الكومبلكسيتي هيك قديش حتصير؟ بالضبط. حل هو حلك هو اللي بدنا اياه، بس بدنا نعمل شغله شوي احسن. ما في داعي انزل لتحت، بس بخزن في النود مثلا من 1 ل 4 كل شيء، اذا انا عندي النود بتمثل لي الكود كامل خلص بخزن فيه، ولما بدي اياها وانا راجع باخذ بس وانت نازل. طيب بس عندك مشكلة انه مثلا اذا انت عدلت اللي على اليمين جيت بتاخذ على الشمال النود اللي تحت على الشمال مثلا تكون هي مش ابديتد. مش ابديتد بالضبط. طيب تخيلوا عندنا سيجمنت 3 فاضية، وجدنا شيء بحكينا زيد على كل اري 5، فهي النود رح اجي وهي رح تمثل اللي هو الكويري، صح؟ اللي هو من 1 ل 4. اسف. طيب هاي النود شو راح يتأثر عليها؟ كم إلمنت فيها؟ أربعة. كل واحدة قديش راح ينزاد؟ خمسة. فقديش راح تصير السم الجديدة تبعتها؟ 0 + 20، صح؟ صارت 20. هلا مهند كان يحكي قبل شوي إنه ننزل نكمل هون تحت ونحكي نشوف هاي كل واحدة كم إلمنت فيها ومنزيده. بس هاي شو مشكلته؟ إنه أنت بأسوأ حال راح تزور كل التري. ففي شغلة انه بحكي لك في شغلة اسمها ليزي، هلا بحكي شوية. هلا هون بدنا نخزن كمان رقم على الهامش وراح نخليه نشوف شو هو. راح نخلي الرقم هذا على الهامش هو كله صفار في البداية. هلا انا عملت ابديت لهاي، صح؟ خلص عرفت جوابها. بحكي روح على الشلدرن تبعونك المباشرات اللي هم هاي وهاي. احكي انا راح اعمل لما ازورهم انا اجتني كويري بتغطيهم بخمسة، تمام؟ مش انا جاني انه زيد خمسات، فانا بحكي لهدول اجاني خمسات، ما بعملهم بروسيس بخليهم زي هيك. طيب اجتني كمان ابديت من 1 ل 4 بتزيد 6 او بتزيد 2، فهي قديش راح تصير؟ 20 + 2 × 4 28. هدول شو رح يصير فيهم؟ بزيد عليهم كمان 2، فبصير 7. هذا الاشي رح نسميه ليزي، تمام؟ هلا اجتني كويري تحكي لي روح على رقم 2 وزيد لي اياها 1، تمام؟ هلا رح اروح هون
رح اروح على هاي رح ارجع على طول صح؟ هلا رح اروح هون هاي في جزء منها جوا الفترة. فلازم اعملها بروسس بعدين انزل لتحت. فلما اعملها بروسس قديش كم إلمنت فيها؟ اثنين. وقديش الليزي تبعتها؟ سبعة. قديش بتصير هاي؟ 14 صح؟ وبحكي السبعة وين رح تترحل؟ لهون. رح تترحل لهون. تمام؟ بروح لهون هاي برا الرينج. بنزل لعند هاي. هلا هون انا مفروض ازيد واحد. صح؟ فبتزي اول شيء بعمل بروسيس. 8. بتصير 7. بعدين بعمل بروسيس للكوير بتصير 8. هل عندها شلدرن؟ لا. فخلص السبعة ما رح تترحل لتحت. بس لازم تعمل بروسيس للجهتين. انه هاي هاي لازم تعملها بروسيس. يعني اعمل بروسيس للتو شايلد حتى لو مش انت حتنزل هون تحكي هاي خارج الفترة. بس قبل ما تحكي انه هاي خارج فترة منها بروسيس رح تصير هاي سبعة. ويعني هو بزبط الجهتين عادي يعني ما بتفرق. يعني بعملها بروسيس في ناس ما بعملها بروسيس بس حسب وين. طيب هلا هدول رجعوا الليزي تبعهم اصفار صح؟ اجتني كويري على 3 زيد 1 راح انزل لهون. قبل ما اكمل هاي في شيء لازم اعمل له بروسيس صح؟ فبعمل لها هاي بروسيس بتصير قديش 14. السبعه تبعتهم وين رح تترحل على الشلدرن؟ هاي برا الرينج. هاي بدي ازيد عليها الكبير الجديده. لو افترضنا انه 2 هاي اول شيء عملها بروسيس بتصير 0 وتزيد 2 بتصير 9. عرفت مبدا الليزي؟ بس لو اجتني كويري انا بعمل ابديت للبيرنت وبعلم الشلدرن انه رح اعملهم ابديت في حال زرتهم بعدين. فزي كانه انا بحكي لهم زي كانه هيك بضرب عصفورين بحجر انه لو عملت ابديت بعدين بدمج الابديت هاي مع هذيك. قديش رح لما غيرت تحت ليش ما غيرت الفوق؟ ليش ما غيرت الفوق؟ اوكي هلا هو المفروض اغير تمام؟ يعني حسب وين انت حاط الليزي غير. قديش رح تصير؟ 15. اوكي صح. اوه انا ما عدلت اللي فوق. ولا واحد. اوكي انا اسف. هات خطا والجهه الثانيه استنجد. انزل هاي رح تصير 7. هدول رح تصير 16. يس لازم يتعدل. انا مش منتبه. هدول 31. طيب وانت نازل بتشوف الاشياء اللي زرتها. لو قبل ما تشوف انه هي جوا او برا الفتره عملها بروسيس بعدين عدلها. وانت طالع تحكي انه السم تبعتها يساوي السم اللي على اليمين وعلى الشمال. راح اكتب كودها يمكن اتوقع حيكون اوضح. في سؤال؟ كم الكومبلكسيتي؟ هلا احنا بما انه صرنا نعمل البروسيس لهاي وللنود بدون ما ننزل للشلدرن قديش كومبلكس بتضل زي ما هي لوك. هي فكرة انه انت تروح الابديت تبعون الشلدرن لبعدين. بس الليفز طيب هدول؟ انت رح تضطر تعمل ابديت لفوق. طيب كل مرة اوه فهمت. نكتب كودها اتوقع رح يكون اوضح. او اذا حابين يمكن تبدا. كود؟ طيب احنا صفينا انه هلا محتاجين شغلتين. محتاج هلا شغلتين. الفاليو تبعت النود بدي احتاج ايش اسمه ليزي. تمام راح اعمل اول شيء ابديت. ما راح اعمل بيلد لانه هو حكى لك اعتبرها زيرو. فشو بدناش نعمل ابديت الاري كلها زيرو. فنقرا ليفت ورايت مو وين تحت. اوكي نقرا ليفت ورايت
هلا احنا ما ادري ايش تسميه بوش او بروسيس، كيف نسميه بوش؟ نعطيه رقم النود البداية والنهاية. لو في ليزي او حتى بدون يعني مش سيجمنت في ان هي الصم صح؟ قديش رح ينضاف عليها؟ رح ينضاف عليها طول الفترة، قديش طول الفترة؟ E minus S plus 1 صح؟ كل واحدة قديش لازم نزيد فيها؟ ليزي اوف ان، ليزي اوف ان رح تصير صفر، بس قبل ما تصير صفر لازم نرحلها عند الشلدرن تبعونها. فلو عندها شلدرن فالاس تبعها ما رح تكون نفس الـ E. فالليزي اوف 2 ان شو رح نضاف عليه؟ ليزي اوف ان، ليزي اوف 2 ان بلس 1 نضاف عليه ليزي اوف صح؟ إنه نعملها بروسيس. لو كانت صفر تضلها زي ما هي، رح تضيف صفر هو شيء عادي، بترحل الابديت لتحت. فكل نوت قبل ما نشوف اي شيء بدي ارحل الابديت لتحت لو في عندها ابديت. طيب لو هي برا الفتره الاس تبعها اقل من الليفت، الاس تبعها اكبر من الرايت، ان تبعها اقل من الليفت كلتين. لو هي كانت داخل فتره شو رح نعمل؟ رح نضيف، نخلي اللازي تبعتها تساوي فال او في ما اعرف، ونعملها بروسيس. صح؟ بنعدل اللازي ونعمل بوش، بنعملها بروسيس ونزل الابديت هاي للتو جنرالات اذا كان غير هيك. اعمل ابديت على اليمين عشان ندور على الطريق الصح، واعمل ابديت على الشمال. احنا بدنا سم صح؟ سيجمنت اوف تو ان الابديت الاولى ما لازم يكون اي كمان موجوده ولا الابديت الاولى بتعمل لاول نص، الابديت الثاني بتعمل لثاني نص. فمن الاول للنص، بعدين من النص بلس 1 للاخير. وقبل شوي كنت تحكي واحنا طالعين لازم نعدل هي، انا كنت ناسي يعني. فكرة بشوي انه لما كنا بهاي الفترة لو كنا رح ننزل للليفز تحت ونعدل كل اشي، بس هون خلص حكينا عدل هون ووقف واحكي انه في ابديت جاي على الليفز او على الشلدرن. فلو انت بعدين احتجت انك تدخل على الشلدرن اعملهم بروسيس. طيب هاي الابديت احنا ايش محتاجين كمان؟ الجيت. اعمل بروسيس للنود لو اكبر من الرينج او خارج الرينج رجع زيروز، او كلها جوا الرينج رجع سيجمنت اوف ان. هاي مجموع صح؟ راح تكون مجموع النص الاول لو كل الاشياء اللي مش داخلك ترجع صفر فعادي. نجرب كود او خلينا نطلع الكود. في اسئله؟ بوش بوش بتضيف قيمه اللازي لو بتعمل بوش ساعد وبتزت اللازي تبعها على الشيء ده. طرحت من هنا.
بس يعني معناته واحدة لا بس انزل لتحت احتاج لتحت تعمل البروسس نفس الطريقة. طيب نجرب السؤال بس السؤال كأنه ما في استكشاف. كيف ما طينا الصوت؟ كيف ما طينا حجم الأرية؟ حجم الأرية بس عشان نصفر سيجمنت اوف اي بس عشان نصفر هذول. بعدين حجم الكوماند أو سامفر أو شو نقرأ عدد السكيس نقرأ عدد الكويرز تأكد إنه الكويرز بس وان إندكس Yes, they are all yes. كل كويري لو ايش هو باطي؟ باطي نوعها لو كان نوعها صفر بيكون هو update query لو كان واحد بيكون get فاحنا محتاجين ايش نقرأ هون كمان val ونعمل update واحد واحد n ونفس الشيء هون بس هون بدنا نعمل printf أنا عامل غلط وبدي أسألك شو الغلط بس خلينا نجرب على السامبل الأول أنا قارئ الانبوت بس لو عملنا له سبميت راح يجيب رونت على صوتك حد عارف ليش؟ لونج لونج اللازي لازم تصير لونج لونج والسيجمنت لازم تصير لونج لونج تحت ال 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 دي بالضبط كنت لو كتبتها بشوية راح تبين كمان استنى لا لسه اوكي الجت لازم تكون كمان ال ال وهيك نكون استنى وفي كمان شغله رح تصير اوفر فلو هون لازم نعمل كاست او لا مش لازم عشان لازم E minus S plus 1 هذا الفرق كيف تشيك على wrong answer ولا تأخذ time blend 20 اوكي هون التصفير غلط احنا ما بنستخدمش بس ان نستخدم تقريبا 4 ان طيب المفروض هيك صح
كالعادة لو جبنا رونج انصار عادي هو كم زاها لازم تصير تصفر الأربعة. إيه إحنا فعليا مستخدمتوه عندنا. هاي اللغات. وقت أصلاً. بس أعطيك جاهز. هاي سيب. ضل أسئلة؟ مصطفى لقيت أحسن ضل أسئلة؟ فكرة الليزي بس أنك أنت بتقدر تجاوب الإشي وبتروح الأبديت لبعدين لسه بس إذا فيش أسئلة يعطيكم العافية.